القوات البحرية الأمريكية تعلن انسحاب حاملة طائرات أيزنهاور والمدمرة غريفلي من البحر الأحمر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، على أن تبقى مدمرتان من المجموعة الأمريكية في البحر الأحمر. موقع USNI News التابع للبحرية الأمريكية قال إن مغادرة حاملة الطائرات أيزنهاور البحر الأحمر تترك منطقة القيادة المركزية الأمريكية بدون مجموعة حاملة طائرات ضاربة أو مجموعة برمائية جاهزة، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر، فأيزنهاور غادرت المنطقة بعد 6 أشهر من انتشارها لحماية مصالح العدو الإسرائيلي من العمليات اليمنية، و4 أشهر من تواجدها الفعلي في البحر الأحمر. غير أنه ورغم إمكانياتها وقدراتها الكبيرة، فقد فشلت المجموعة القتالية الأمريكية في وقف العمليات اليمنية التي استهدفت العدو الصهيوني ومصالحه، أو حتى إبطاء وتيرة هذه العمليات، رغم العدوان الأمريكي البريطاني المستمر ضد البلاد. لا البحرية الأمريكية ولا البنتاغون كشفا عن أسباب انسحاب حاملة الطائرات والمدمرة الأمريكيتين، في حين قال موقع USNI News التابع للبحرية إنه من المتوقع استبدال أيزنهاور بمجموعة هاري ترومان، والتي كانت تجري تدريباً غرب المحيط الأطلسي اعتباراً من يوم الاثنين. وفي إطار الاعتراف بالفشل الغربي في وضع حد للعمليات اليمنية المناصرة لغزة، أكدت صحيفة التلغراف البريطانية أن السفن الحربية الأمريكية والبريطانية لا أفق لتحقيقها فوزاً أمام القدرات اليمنية. الصحيفة نشرت مقالاً بعنوان: في مواجهة الخطر وفي موقع الدفاع، يمكن للسفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر القتال، ولكن لا يمكنها الفوز. الصحيفة اعتبرت أن الحربيتين الأمريكية والبريطانية لا تزالان تخسران الحرب في البحر الأحمر، مؤكدة أن القوات المسلحة اليمنية تحقق أهدافها من الحرب في البحر، على عكس قوى الغرب التي تفشل في تحقيق أهدافها، إضافة إلى أن كلفة تواجدها في المنطقة في ارتفاع مستمر. وتساءلت التلغراف عن خطوة البحرية البريطانية المقبلة، وكم من الوقت ستبقى تواجه المخاطر وتقاتل بشدة دون أي فرصة للفوز أمام القدرات اليمنية.